السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم بإذن الله عن اهتمامات وسلوكيات نحو الأطفال. منذ اللحظة الأولى لوجود الطفل بيننا يكون أحد أهم ما يريده هو أن تتقبله كما هو بإيجابياته وسلبياته. يؤلمه جدا أن نتغير نحوه. فقط الحب والقبول هما الشريانان اللذان يغذيان الطفل في حياته الأولى، فلنروي تعطشه للحب حتى نجعل منه إنسانا سويا ناجحا في حياته. التشجيع المستمر ولو حتى على أبسط السلوكيات يشعر الطفل باهتمام والديه ويزيد الطفل من ثقته بنفسه. فأبدعوا في المفردات والدعم المعنوي الدائم لأطفالكم. اترك لأولادك مجالا من الحرية الشخصية يتخذون فيها بعض القرارات، ولكن راقب تصرفاتهم عن بعد وواجههم بالحكمة إن حادوا عن الطريق. علينا أن نعلم أبناءنا التعبير عن مشاعرهم السلبية وتعليمهم كيف يعبرون عن مشاعرهم بدقة، أنا خائف، أنا حزين إلى آخره، حتى نستطيع أن نساعدهم ونسعدهم. تعاملنا مع أبنائنا يكون شخصيتهم، فالطفل يتعلم من التشجيع الثقة، ومن التحمل الصبر، ومن المشاركة الكرم، ومن النزاهة الصدق، ومن الإنصاف العدل. الضرب المبرح للطفل يجعله عدوانيا في الصغر ومريضا نفسيا في الكبر، فعلينا إرشادهم وتوجيههم للسلوك الصحيح. فإن ظل معاندا واستمر في السلوك الخطأ يجب عقابه، ولكن بالتدريج. ابدأ معه أولا بالأسلوب المعزز وأسلوب المدح، ثم التوبيخ أو الهجر، ثم الحرمان من بعض الأمور التي يحبها، وإن لم يكن فعليك ضربه خفيفا للرجوع عن أخطائه. عزز السلوك الإيجابي لدى طفلك عندما يقوم به، ويكون ذلك بالمدح أو بالمكافآت المادية أو المعنوية أو بالشكر.